نبدأ معكم فقرة الأخبار بالجزائر، حيث أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم أنه ما من أحد لديه القدرة على إيقاف أو تعطيل عجلة سير الجزائر. أيضا في ذات السياق أوضح قايد صالح في خطاب ألقاه خلال ثالث يوم من الزيارة الميدانية التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة أن الجزائر ستخرج من أزمتها ولا أحد له القدرة على إيقاف ذلك. ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن قايد صالح قوله: إما أن تكون مع الجزائر بكل وضوح وإما مع أعدائها. وأثنى رئيس أركان الجيش الجزائري في خطابه على رئيس الوزراء نور الدين بدوي قائلا: حكومة بدوي تولت مهامها في ظروف صعبة وغير عادية، مضيفا أن هذه الحكومة استطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات الميدانية. أيضا تابع قائلا: لا مكان لأعداء نوفمبر في الجزائر ولا لمسك العصا من الوسط. يأتي خطاب قايد صالح بعد إعلان وسائل إعلام دولية أن رئيس الوزراء بدوي سيستقيل قريبا من منصبه في خطوة من شأنها تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام، والتي يحض الجيش على إجرائها في حين تم إقرار المجلس الشعبي الجزائري قانون السلطة المستقلة للانتخابات، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي. عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور أبو الفضل الإسناوي مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك أستاذة نانسي وأهلا على كل مشاهديك الكرام. نعم، إذن لا لأعداء نوفمبر، لا لمسك العصا من الوسط، لا لتعطيل سير الدولة. ما دلالات هذه اللاءات إذا صح القول التي وردت بخطاب قائد الجيش الجزائري اليوم؟ هذه اللاءات تؤكد على موقف وحيد، وهو إصرار المؤسسة العسكرية على فكرة تضمين إنشاء انتخابات في توقيتها الموقع وفقا لقايد صالح في قبل نهاية هذا العام. تأكيد قايد صالح على فكرة دعوة الناخبين الجزائريين قبل 15 الشهر الجاري يؤكد أن المؤسسة العسكرية تؤمن وتؤكد على استمرار مسيرة الحل السياسي وفقا لحلول ارتضتها لجنة الوساطة والهيئة المستقلة في الانتخابات الجزائرية. تأكيدا هذا رسالة يؤكدها قايد صالح على أن هناك أعداء للوطن، وهؤلاء الأعداء أتوقع وأتأكد أن قايد صالح يقصد بهم هم أحزاب وقوى التيار الإسلامي التي تحاول أن تقتنص أي فرصة منذ تأجيل الانتخابات المرتين، مرة في أبريل أجرت الانتخابات ومرة أيضا في يوليو أجرت الانتخابات وفقا للمواعيد التي أكد عليها الرئيس الجزائري المؤقت. الإخوان في هذه المرحلة مجرد أن اجتمعت لجنة الحوار والوساطة في الجزائر خرجت أحزاب قوى الإسلام السياسي بقيادة عبد الرزاق مقري وأيضا عبد الله جاب الله رئيس حزب العدالة والتنمية في الجزائر، أكدوا أن هذه اللجنة لا تمثلنا ولا تمثل أيضا القوى السياسية الجزائرية، وأن هذه اللجنة لا تعبر إلا عن موقف الحكومة. وهذا الموقف يؤكد أن التيار الإسلامي في الجزائر يحاول أن يفشل من أداء هذه المؤسسة التي استضافها بعض القوى الموجودة أيضا في الشارع واستضافتها في المؤسسة العسكرية وأيضا استضافها النظام الحالي في الجزائر. هناك قوى أخرى أعتقد أن يوجه لها الرسالة السيد قايد صالح، وهي مجموعة الأحزاب التنسيقية أو أحزاب التوافق التي عقدت اجتماعها الأول في يوليو، وهذه الأحزاب التي ارتضت في تصوري على موقف مؤقت على كان يريد أن تكون هناك هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. والآن أتوقع والآن أشير إلى أن لجنة الوساطة والجزائر ومن خلال القانونين الذين ارتضاهما المجلس الشعبي الوطني في الجزائر والسلطة الثانية في البرلمان الجزائري والآن يمرهم غدا إلى مجلس الأمة الجزائر الغرفة العليا، هذه القوى أيضا كانت تريد أن تكون هناك ما يعرف بهيئة مستقلة. الآن أتصور أن القوى الرسمية والمؤسسات الرسمية في الدولة تتوافق كليا مع رأي الشارع، لكن هناك بعض القوى التي وجه إليها قائد صالح هذه الرسالة، هذه مجموعة الأحزاب التي سمت نفسها بأحزاب التيار الإسلامي، مجموعة الأحزاب التنسيقية، مجموعة أحزاب التغيير، وهذه القوى التي تحاول أن تشتبك مع الشارع رغم أن الشارع يرفض كل هذه التيارات، بدليل أن الشارع رفض وجود التيار الإسلامي منذ بداية هذه الثورات والحراك الشعبي في شهر أبريل الماضي.
دكتور، يعني هذا من جانب. من جانب آخر دعني أنتقل إلى نقطة أخرى مهمة أتت في الخطاب. أشاد قائد الجيش بحكومة بدوي، وهذه الإشادة تأتي كما تعلم وسط تقارير ربما تتحدث عن احتمالية استقالته. هل هذا يعني استمرار الحكومة؟ شوفي يا أستاذة نانسي، الواضح أن حكومة بدوي وفقا لما أكدته لجنة الحوار والوساطة، لجنة الحوار والوساطة الآن ارتضت وحققت قانونين، هم قانون السلطة المستقلة لإجراء الانتخابات وأيضا قانون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. هذه كان مطلب رئيسي لقوى حراك الشارع. نعم. يبقى مطلب رئيسي لهم هو خروج أو رحيل حكومة بدوي. في تصوري هذه الرسالة تؤكد أن حكومة بدوي سترحل، وبالتالي يكون هناك توافق رئيسي ما بين السلطة الرسمية في البلاد وما بين موقف الشارع. لكن هل يتصور او هل يرتضي هذه الشارع بهذه المطالب؟ في تصوري ان 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 السلطه الرئيسيه وقيس صالح والرئيس المؤقت الان في توافق مستمر مع موقف الشارع الجزائري. نعم. وكون بدوي قد ترحل خلال بعد دعوه الناخبين، لان القانون يعطي اداره الانتخابات للسلطه المستقله بكافه تفاصيلها، وهو بالتالي اخرج اداره الانتخابات. نعم. من الجهات الاداريه ووزارة الداخلية الجزائرية، لأن هناك كانت إدارة هذه الانتخابات تديرها وزارة الداخلية الجزائرية، الآن أصبحت إدارة هذه الانتخابات لسلطة مستقلة تشرف عليها منذ دعوة الناخبين حتى إعلان الرئيس الجديد. نعم، وضحت الصورة في هذه النقطة دكتور أبو الفضل. يعني سريعا أختم معك بهذا السؤال، نعم أم لا، مع دعوات الإسراع في إجراء الانتخابات، هل نشهد انتخابات رئاسية جزائرية بالفعل قبل نهاية العام؟ شوفي، لا يتوقف على حاجة وحيدة وهي مدى قدرة لجنة الوساطة والحوار في الجزائر على اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات. اللجنة إذا تجاوزت كل المعضلات الرئيسية في اختيار وفقا للقانون الجديد في قدرة على تشكيل أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات وتحدث توافق تمام بين شخصيات عامة والشارع الجزائري، بالتالي نعم. الهيئة تتجاوز هذه المشكلة الرئيسية. إذا تجاوزت الهيئة المستقلة ولجنة الوساطة على تشكيل مؤقت يرتدي الشارع ويرتدي الحكومة، بالتالي تجرى انتخابات في موعدها، وهي الفترة أعتقد تصوري بعد دعوة الناخبين 15 سبتمبر تستمر لمدة 90 يوم وبالتالي تنتهي هذه الانتخابات. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف الدكتور أبو الفضل الإثناوي مساعد رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، شكرا جزيلا لك.